من التعليم هنبدأ، وبما إنه النهاردة ذكرى ثورة 1952 فكان أحد أهم مبادئ هذه الثورة هو تحقيق أو إقامة العدالة الاجتماعية ما بين أبناء الوطن. العدالة الاجتماعية تقتضي أن يكون الجميع سواسية أمام توزيع الثروات والحق في الحصول على الفرص. الفرص دي سواء كانت فرص في التعيين، في التعليم، في الصحة، فرص في ممارسة الحياة الاجتماعية والسياسية. لأن اللي بيحصل النهاردة في واحد من الملفات زي ملف التعليم مثلا بينسف فكرة العدالة الاجتماعية، بينافي ما نص عليه الدساتير المصرية وآخرهم الدستور المصري الأخير المعدل في العام 2018، أن التعليم أو التعليم الحكومي مجانا لجميع أبناء الشعب المصري. ويمكن بركات الوزير الجديد بدأت تحل على وزارة التعليم وملف التعليم. الوزير الجديد اللي هو الأستاذ محمد عبد اللطيف، طبعا راجل مالك أو صاحب مجموعة من أضخم المدارس الخاصة وأغلاها في البلد، فلما يمسك ملف التعليم الراجل جاي من وجهة أو من خلفية استثمارية، خلفية تعليمية استثمارية. كل اللي يعرفه عن التعليم هو المصروفات في أول السنة والأقساط، ويوزع أو يوسع الفروع بتاعة المدرسة بتاعته. ففيما يبدو يعني أن الوزارة في الفترة اللي جاية هتبدأ تحل بالمواطن لا سيما في التعليم الحكومي. الخبر بيقول لك شكاوى من زيادة مصروفات الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة. طبعا كان في قانون أقره السيد وزير التعليم السابق في سبتمبر اللي فات بيسمح بزيادة مصروفات المدارس الخاصة بحد أقصى 25%. يعني لو حضرتك بتدفع في السنة 10,000 جنيه يبقى السنة دي، السنة اللي فاتت كنت 10,000 جنيه، السنة دي 12,500، وده حسب منشور وزارة التربية والتعليم في سبتمبر الماضي. ده يطبق على المدارس الخاصة، لكن المدارس الحكومية تزيد فيها المصروفات في الفصول أو في الصفوف الأولى. يعني مثلا عشان تقدم لابنك السنة دي في سنة أولى ابتدائي مطلوب منك تدفع رسوم 312 جنيه. ده اللي قالته الحكومة، 312 جنيه. البعض يرى أن 312 جنيه ده مبلغ زهيد، لكن الواقع غير كده. بتروح معاك منشور الحكومة أو الوزارة اللي بيقول أن سنة أولى ابتدائي بيندفع لها 312 جنيه، تفاجأ بقى انك محتاج تجيب دمغة تدفع تمن الدوسيه، بالاضافة لإتاوة جديدة فرضتها التعليم على اي حد بيقدم لابنه. تروح تقدم لابنك يقولك احنا محتاجين تبرع. طب التبرع ده موجود في منشور وزير التعليم؟ لا، ده بيننا وبين بعض كده. طب التبرع ده نازل بيه قرار من الوزارة؟ لا والله دي تعليمات شفهية جايالنا من السيد الوزير. طب التبرع اللي حضراتكم عايزينه قد ايه؟ ما بين 3 و 5000 جنيه عشان تقدم لابنك النهارده في واحده من المدارس الحكوميه. يمكن الفيديو ده لسيده مصريه راحت تقدم لابنها واكتشفت اتاوه بتفرضها وزاره التعليم على المتقدمين الجدد للمدارس الحكوميه. نتابع. هي الوزاره التعليميه منزله قرار للمدارس اما تيجي تقدم في اي مدرسه حكوميه لازم تدفع بالبلد كده رشوة؟ هما بيسموها مصلحة، بيسموها تبرع. يعني إما حد يروح يقدم لأولاده أو يكون بيحولهم من مدرسة لمدرسة عشان مربع السكن بتاعه، يقولوا والله يا إما مفيش مكان يا إما خلاص تتبرع للمدرسة. عشان تعلم عيالك لازم تدفع. يعني الناس اللي مش معاها فلوس عشان تعلم عيالها ما ينفعش تعلمهم. عشان ظروفنا ومش معانا ندفع لعيالنا، عيالنا تقعد جنبينا ما تروحش مدارس. كل ما اروح اقدم في مدرسه لا، المدرسه الاولى مفيش مكان لبنتك، في المدرسه الثانيه فيها ومرحبين، بس عاوزين فلوس، عاوزين فلوس يا جماعه. سميها مصلحه بقى، تسميها اتاوه، تسميها تبرع، تسميها مساعده وبدون وصل والحجج موجوده. لا والله احنا ما عندناش مكان. طيب هتدفع تبرع؟ هوجد لك مكان وهدخل ابنك. ده اللي بيحصل النهارده في ملف التعليم. هل ده يرضي حد؟ هل ده مطابق للدستور يا معالي الوزير؟ هل ده مطابق للقانون؟ الفلوس اللي بتتحصل دي بتروح فين؟ هل بتخش خزينة الدولة؟
هل بتخش جيب السيد مدير المدرسه؟ بتخش جيب السيد وزير التعليم؟ احنا محتاجين نعرف بقى دلوقتي. المنشور بتاع وزاره التعليم بيحدد المصروفات كالتالي: قال لك رياض الاطفال 312 جنيه، سنه اولى ابتدائي 312 جنيه، اولى اعدادي 312، اولى ثانوي 527، ثانوي فني 227، ثانوي عام خدمات 2227، ثانوي اول او ثانوي فني خدمات 2027. ده الكلام اللي موجود في محاضر الدوله. 3000 وال5000 اللي بينطلبوا في المدارس الابتدائي دول بتوع ايه؟ هل دول قرارات السيد الوزير الجديد اللي متعود يعني ان عشان الطفل يخش عنده في المدرسه لابد يكيش الشيك او يحط الشيك على الترابيزه او يدفع 10,000 او 5000 دولار ايا كان؟ محتاجين تفسير. يعني انا لا اتهم حد، لكني كمواطن، كالمواطنه اللي كانت بتسال، المواطنه الثانيه اللي بتقول لفيت ببنتي على مدرسه واثنين وثلاثه، اللي يقول لي ما فيش واللي يقول لي ادفعي، حد يفسر لنا ماذا يحدث تحت اي ذريعه وباي منطق وباي مبرر بيتم تحصيل هذه الاتاوات المسماه التبرع للمدارس، خصوصا ان الراجل جاي سكه من اول يوم. يعني قال لك في تحديات بتواجه الوزير الجديد: تطوير الثانويه العامه، استكمال بناء المناهج الجديده، تعيين المعلمين، سد العجز، توسيع الشراكه مع القطاع الخاص، وضع ضوابط تحكم مصروفات المدارس الخاصة والدولية. يعني انت عندك مجموعة من العوائق والتحديات انت عارفها، وانت بعظمة لسانك، وانا متابع جيد لملف التعليم قبل كام يوم في اللجنة بتاعت مجلسي النواب والشيوخ لجنة التعليم، وقف الراجل قدامهم وقال انا عندي مشاكل. ايه المشاكل اللي عندك؟ قال عندي أعداد الطلبة في الفصول بتتراوح ما بين 120 و130، عندي عجز في الفصول بيصل لنص مليون فصل، وده أول وزير يصرح علانية بهذا الرقم. عندي عجز في المدرسين أيضا بيتجاوز نص مليون مدرس. طب ما أنت عارف أهو، إيه بقى هتحل الحاجات دي إزاي؟ أهو لجنة دراسة برنامج الحكومة بالنواب استمعت لخطط وزير التعليم، وزير التعليم الجامعي، كثافة الطلاب، عجز المدرسين، الثانوية العامة. الوزير قال عندنا خطط. هل الخطط دي منها يا معالي الوزير الإتاوة اللي بتندفع على طلبة أولى ابتدائي؟ اللي عرفوا أن القانون بيجبر أولياء الأمور أنهم يقدموا لأولادهم في المدارس، لكن أن الدولة تجبرهم يدفعوا مقابل التقديم ده إتاوة أو رشوة أو تبرع للمدرسة، ده مش موجود في القانون. الوزير بيقول عندي خطة. هل دي من ملامح الخطة ولا دي ناس عايزة تفشل الوزير؟ المفروض الوزير يطلع يتكلم بقى، يقول لنا والله دي ناس ضد الدولة، دي ناس عايزة تسوق سمعة الوزارة، اللي بياخد فلوس من المواطن ده مجرم، تم تحويله للنيابة الإدارية، للنيابة العامة، نيابة الأموال، نيابة أي حاجة، لكن يتحاسب. لكن مش عشان أعلم ابني أدخله مدرسة حكومة، أقعده في فصل فيه 130 طالب وطالبة، أقعده في مدارس فيها عجز نص مليون في الفصل ونص مليون في أنا آسف في المدرسين، أدفع كمان 5000 جنيه؟ ده ما يرضيش حد. فاكتشفنا إن حتى بعد كلام رئيس مجلس الوزراء اللي أكد على كلام السيد وزير التعليم وقال عندنا دفعة قوية لملفات التعليم والصناعة والصحة، إن من خطة الوزير اللي قال عليها هو الاستعانة بمراكز الشباب والفصول لدى الأزهر. الخبرات التعليم تدرس الاستفادة من الأزهر ومراكز الشباب لحل مشكلة الكثافة الطلابية. وبالمناسبة أنا مش هعترض، ده حل، ده حل لطيف جدا، ان انت عارف ان عندك كثافة في مدارس التربية والتعليم، الكثافة دي ربما تكون اقل في الازهر الشريف، تقدر تستعين بالمعاهد الازهرية في الفترة المسائية، ده حل. عندك النوادي ومراكز الشباب تقدر تستفيد بيها ايضا، ده حل، لكن ده حل مؤقت.
محتاجين حل جذري. الازهر مش هيسيب لك المدارس بتاعته على طول، مش هتقدر تستولي على مراكز الشباب على طول، انت بتسدها من حته وتبوظها من حته تانية. انا كنت اتخيل ان السيد الوزير عنده حل مثلا جذري لاقامه مدارس جديده، سياده الوزير عنده حل لتعيين مدرسين جدد، سياده الوزير عنده حل لمثلا حل مشكله الاماكن او القرى اللي ما فيهاش مدارس كليا، لكن حل مؤقت من باب الحلول المؤقته والمسكنات اللي بتتعامل بيها الدوله ده شيء يعني غير مطمئن، وان كان خطوه للامام. شفت كمان تصريح قبل يومين اللي هو مد فتره الاحاله على المعاش للمدرسين لتوفير او لحل مشكله العجز. طب انت ليه مد للمدرس 3 سنين وتقعده 3 سنين وهو مش قادر؟ طب ما تعين طلبه وطالبات قاعدين على القهاوي مش عارفين يشتغلوا، يبقى انت كده حليت مشكلتين. لا والله حليت 3 مشاكل. المشكله الاولى ضخيت دماء جديده في الوزاره، المشكله الثانيه حليت ازمه النقص في المدرسين، المشكله الثالثه حليت ازمه بطاله. عندنا كليه تربيه بتطلع مدرسين، كليه اداب بتطلع مدرسين، دار علوم بتطلع مدرسين، علوم بتطلع مدرسين، وكمان تجاره ممكن تطلع لك مدرسين. يعني انت عندك 7 8 كليات في البلد بيطلعوا لك طلبه وطالبات تقدر تعينهم مدرسين في اي وقت، تسيب كل دول قاعدين على القهاوي وشغالين شغلانه مش شغلانتهم، تروح تقول لي ازود فتره الاحاله على المعاش 3 سنوات، ازود تاني اعباء على المدرسين اللي ربما يكونوا مستنيين يطلعوا على المعاش بفارغ الصبر، ومفيش دماء جديده، واسيب العجز زي ما هو. ما انت لما تزود انت كده ما بتحلش العجز، انت بتبقي على العجز زي ما هو. وده كانت اول قرارات السيد وزير التعليم الاستاذ، وبقول الاستاذ محمد عبد الله.